عشاق الزراعه في عراقنا الحبيب، عشاق الزراعه بالوطن العربي والعالم اجمع. اليوم احنا امام نبات، هذا النبات مميز، هذا النبات ممكن تزرعه بالحديقه المنزليه، نبات عطري، نبات بيه فوائد طبيه، بيه فوائد باعتباره من النباتات اللي تحتاجها بالمطبخ. يؤكل اخضر ويؤكل مجفف، وممكن انه استخلاص العصاره مالته وبيه فوائد، وحتى انتشر بالفتره الاخيره عطر لهذا النبات. هذا النبات عشبي معمر اخواني الاعزاء، وبيه انواع تصل الى اكثر من 42 نوع. نبات جميع اصنافه بها تحتاج نفس المواصفات تقريبا، ممكن زراعته بالمنزل، ممكن زراعته بالارض، وممكن زراعته بالسنادين. اخوان الاعزاء، اليوم احنا امام نبات مميز، هذا النبات يتسمى النعناع، ويتسمى ايضا النعنع، يعني قسم في بعض البلدان يصيحوا له النعنع. اخوان الاعزاء، هذا النبات به فوائد كثيره جدا، وسهل الاكثار وسهل الزراعه، وممكن ينزرع بكل بيت، وانصح بزراعته بكل بيت. هذا النبات به فوائد للإنسان وبفوائد للحيوان، هذا النبات بفوائد حتى للنباتات الأخرى أخوان الأعزاء. هذا النبات له استخدامات طبية، مفيد جدا للجهاز الهضمي ابتداء من الفم وتطهير رائحة الفم، وللثة وللمري وللأمعاء وللقولون العصبي. هذا النبات مفيد للجهاز التنفسي، هذا النبات مفيد للقلب، ويعتبر من مضادات الأكسدة المفيدة للوقاية من أمراض السرطان وغيرها. هذا النبات مهدئ للمزاج ومنعش يعني للفم ولرائحة الفم، وأيضا به فوائد كثيرة جدا، إن شاء الله نعطيكم مختصر لفوائد هذا النبات. هذا النبات يعتبر من النباتات الطاردة للحشرات أخواني الأعزاء، ممكن تزرعه قرب بالحديقة لطرد الحشرات، لأن عطره نفاث، وحتى يعني تهرب من عنده كثير من الحشرات. إخوان الأعزاء، نبات النعناع اسمه العلمي المنتة، اسمه العلمي المنتة، ويختلف عن الريحان. إخوان الأعزاء، النعناع نبات عشبي معمر، بينما عائلة النعناع اللي هنا عندنا أقسام من عندها، هاي عائلة النعناع بيها اقسام كثيره، هاي اسمه العلمي الاوسمم، اسمه الاوسمم بالنسبه لعائله الريحان اخوان الاعزاء، بيها من الريحان المنزلي، الريحان الليموني، وبيها بالنسبه للريحان، عائله الريحان عائله تعتبر ايضا من العائله الشفويه، اثنيناتهم ينجمعن من العائله الشفويه، لكن هذا جنس الريحان، وبالنسبة للنعناع جنس النعناع أخوان الأعزاء. النعناع بأنواع كثيرة جدا، بالنوع البري، وأشهرها طبعا النوع أكثر من 42 نوع، ودخلت أنواع هجينة كثيرة جدا. الأكثر شيء اللي نعرفه هو النوع البلدي، وكذلك النوع الليموني اللي هذا أمامكم، يعتبر النعناع الليموني من أفضل الأنواع، وايضا النوع البري اللي احنا نسميه بالعراق البطنج اخوان الاعزاء. كل هاي الانواع تجتمع بعده صفات. هسه ننتقل الى مكان اخر، طبعا هنا عند الزارع، طبعا التصوير من حديقه المنزليه العراق محافظه بابل، واجواء الورد الجوري، طبعا اليوم احنا تاريخ التصوير حتى يعني شويه نغير الجو، هماتينا تاريخ التصوير هو 26/3/2024، نشوف السحر والجمال قبل ما ننتقل الى الحديث عن هذا النبات المميز. طبعا اخوان الاعزاء، هنا عندنا نبات، هذا نبات النعناع. شوفوا اخوان الاعزاء، هذا هنا نوعين من النعناع عندنا، هذا النعناع البري بالعراق نسميه البطنج، وهذا النعناع الليموني، واكو عندنا النعناع العادي، النعناع البلدي. اخوان الاعزاء، اكو ملاحظات مهمه تتعلق بالنعناع. النعناع بجميع انواعه سهل التكاثر، محب للتربه الرطبه، محب للتربه الرطبه، يعني وين ما
موجود بالبر، هذا موجود يم سواق الأنهار، ينتشر بشكل بري لأنه نبات عشبي ينمو السيقان مال تخوان الأعزاء تنمو أفقي. يعني هنا هذا طبعا هي تكون مربعة وينمو بشكل أفقي، يعني هاي تنتشر بشكل أفقي، تنمو باتجاه الجانب. وشكل الأوراق مثل ما تشوفونه الغالبي يكون مسنن من النهايات، يعني يكون مسنن من النهايات، مسنن من النهايات، والعطر مالته نفاث طبعا، يشبه في بعض أنواعه نبات القريص، ويشبه في نبات السيلفيا أيضا في بعض أنواعه. طبعا إخواني الأعزاء، هنا الملاحظات لنبات النعناع. نبات النعناع إخواني الأعزاء يعتبر إذا زرع بالأرض من الممكن يكون من النباتات الغازية. شنو النباتات الغازية؟ النباتات الغازية إخوان الأعزاء النباتات اللي تنتشر بسرعة، صعب السيطرة عليها إذا لقى الجو المناسب. يعني إذا لقيت النعناع لقى الجو مناسب رطب، فربما تقوم أنت ضوج من عنده، لأنه يبدي ينتشر بالسواقع عندكم وصعب السيطرة عليه. لذلك إخوان الأعزاء الأفضل أنه تزرع النعناع بالسنادين، الافضل زراعه النعناع بالسنادين. وانا هسه طبعا زارع بعده مكان اخر، هسه اشوفكم اياه. زارع النعناع البلدي بالمكان اللي يصير تساقط المي من الخزان المي اللي عندنا بالبيت، لذلك هسه راح نشوفكم اياه ونستفاد من عنده. طبعا الى فوائد كثيره جدا، ان شاء الله راح تتطرق لكم اياه، واتطرق لكم الى الاسماء العلميه للانواع مالته، لان انواعه كثيره جدا وموجود في. طبعا للملاحظة اخوان الاعزاء، النعناع موجود في اغلب قارات العالم، منتشر بشكل مو طبيعي ومعروف بكافة انحاء العالم، موجود في قارة اسيا واستراليا واوروبا وافريقيا وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية، في كافة القارات موجود النعناع. وانصح جميع واحد يشوف هذا الفيديو انه يقتني ويزرع النعناع، يزرعه بالسنادين، يعني أخواني الأعزاء بفوائد. بعد ما تعرف على الفوائد مالته ما راح تتركه. طبعا سهل الإكثار، إكثاره جدا سهل أخواني الأعزاء، بعدة طرق للإكثار. هنا هسه على سبيل المثال شوف هسه هنا هذا الإكثار مالته، يتكاثر بالتفصيخ أولا. هذا بالتفصيخ تأخذ شتلة، شوف هسه هاي تأخذ شتلة من الشتلة الأم وتزرعها مكان ثاني، تزرعها بهاي الطريقة. شوف أخواني الأعزاء هاي ما يحتاج تربة، بالأخص التربة الزميجية اللي خليط بين التربة الطينية والتربة الرملية. الملاحظة الثانية إخوان الأعزاء، هذا النبات ممكن تجذيره بالمي، يتجذر بالمي. وإذا ما عندك ما تريد تجذره بالمي، تأخذ أي ساق من هذا النبات، هسه أشوفكم إياه، تأخذ ساق من هذا النبات على سبيل المثال هذا البطنج، تأخذ ساق من هذا النبات تجرده من الأوراق وتزرع هذا بشكل افقي، تزرع بهالشكل هذا بالارض هيجي تزرعه وتدمه، راح تشوف ورا فتره يصير بي انبات. اللي اريد اقوله انه هذا النعناع سهل الاكثار، وممكن كل واحد يزرعه، وراح تشوفكم صور مفصله لمراحل وانواع وكيف انه ممكن زراعته. طبعا البطنج احنا بالعراق يعتبر نبات بري، اكثر النباتات اللي نستخدمها البريه بالنعناع هو البطنج. البطنج اخوان الاعزاء يتكاثر على السواقي، والجميل ايضا انه احنا نحتاجه في دائما اكله عندنا مشهوره بالعراق، اكله الباجله والبيض، واكلات خاصه تحتاج ما يصير غير البطنج بيها. لذلك طبعا نجي الى ساق النبات. ساق النبات مربع، هذا ساق النبات يكون مربع الشكل، وطبعا ينتشر على شكل شبكه، هاي تكون بشكل افقي وتطلع من عندها نموات نحو الاعلى. الاوراق متقابله اخوان الاعزاء، الاوراق متقابله، وين ما تشوف النعناع راح تشوف الاوراق متقابله. بعض الاوراق تكون محببه مثل هيك على هالمثال هذا، شوف اخوان الاعزاء تكون شلون النعناع الليموني على هالشكل هذا. ونجي الى موضوع مهم جدا اللي هو الاوراق مالته ممكن تتدرج باللون، يعني بين الاخضر القاتم
بين الأخضر الفاتح وتوصل حتى إلى اللون البنفسجي المتدرج، يعني الألوان مالتها تكون مميزة. طبعا أيضا تنتج بذور، وممكن اكثاره بالبذور، لكن البذور مالتها انباتها بطيء جدا. أبسط طريقة هي اقطع وازرع، أبسط طريقة تجذير بالمي، أبسط طريقة أنه التفصيخ بالخلفات. وأنصح مثل ما قلت لكم أخوان الأعزاء، أنصح تزرعون بالسنادين وأي مكان. شوف هذا هنا سطل مال طرشي، هذا سطل مال طرشي تزرعون به، زارعين به البطنج، هنا سندانة. إذا زرعتوه بالسنادين ازرعوه بالسنادين، وبعدين خلوا هاي السندانة على الأرض، راح الجذور مالته تتجاوز السندانة بهالشكل هذا، وتكون مميز جدا، وممكن تقطفه واستخدامه. طبعا راح اشوفكم مكان ثاني للنعناع البلدي. هسه راح نروح الى مكان اخر. طبعا اخوان الاعزاء، الان الاجواء مثل ما تشوفون الاجواء الجميله بصراحه. شوفوا هذا الوقت تبارك الله، شوفوا بدت ثمار فاكهه التوت بالنضج، هذا الشكل الجميل. وان شاء الله طبعا رمضان مبارك، وان شاء الله صيام مقبول. وهنا طبعا عندنا الحب، هذا الحب نوع من اللي يسمونه اللي احنا مثل ما تشوفون، شوفوا هذا المي مالته يكون منعش هالشكل هذا. وشوفوا هنا الاجواء، طبعا شوفوا اخوان الاعزاء، شوفوا الاجواء بالحديقه بهذا الوقت من السنه، اجواء مميزه جدا تمتز بيها الورود. شوفوا الورد الجوري، وشوفوا كل هاي النباتات اخوان الاعزاء اللي امامكم. لكن ما نستغني عن النعناع، ما نستغني عن النعناع. شوفوا هاي انواع حسن يوسف، الورد الجوري، نباتات مختلفة جدا. طبعا اخوان الاعزاء، من الانواع المميزة من النعناع، هذا النعناع يتسمى النعناع الليموني. شوفوا شكل النبات. طبعا هنا انا شفته في مشتل سيد عبيس الحطاب الفرع الاول، شوفوا ما شاء الله صاير اشبه بالادغال. شوفوا اخوان الاعزاء، هذا النعناع ينمو بالعرض. شوفوا اخوان الاعزاء، هذا النمو مالته يكون بالعرض، يعني ما يحتاج مسافه، بس المهم المكان اللي يكون به لازم تربه رطبه. الاكثار مالته جدا بسيط، الاكثار مالته اذا داق بالارض بهالشكل هذا، ممكن انه نقطع هاي هذا الفرع. شوف هسه هاي قوي هذا النوع، طبعا هاي الطريقه صاير بيها جذر، وان كاثر بهالطريقه هاي اكثاره راسا يتحول الى شتله. هاي الطريقه ممكن هسه هذا هاي هسه اللي امامكم تتحول الى شتله 2 3 4. طبعا اخوان الاعزاء، مثل ما قلت لكم الاكثار جدا بسيط. الاكثار هاي بعد ما نقطعها ممكن هاي نفسخها بهالشكل هذا، هاي صارت شتله، صارت 2، اكثاره جدا بسيط. مثل ما قلنا لكم النعناع له فوائد كثيره جدا، ويختلف عن الريحان. مثل ما قلنا لكم الريحان من اثنينات من العائله الشفويه، لكن هاي من الجنس النعناعي، والريحان من جنس الريحان، وهاي الاكثار. بس طبعا هاي الطريقة بسيطة جدا. واكو طريقة اذا ما حصلت مكان به جذور، ممكن انه نشوف هاي النموات الشكل هذا اخوان الاعزاء، حتى اللي نشتريها من باع الخضروات، نقطع هذا الفرع بهالشكل هذا، هذا نقطعه، شوف مثل ما تشوفون هاي نقطعه، المهم يكون هذا متصلب وقوي بالطريقة هاي. هاي الطريقة يتم قطع هاي الأفرع، شوفوا هاي الأفرع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قطع هاي الأفرع ببساطة، ومن نقطعها بمجرد نزيل هاي الأوراق السفلية، نزيلها، ممكن نجذرها بالمي، وممكن ندفنها اخوان الأعزاء. ممكن انه نجردها هيك طريقة، نجذرها بالمي، نخلي فقط الـ يعني النهايات الطرفية، وممكن انه نجردها من الورق بشكل تام،
نخلي بس ونخليها بالعرض بهالشكل هذا، وندفنها نخلي بس النهايات مالتها شوية طالعة، ندفنها مستوية بالأرض بهالشكل هذا فرضا أو بسندانة. هذا كفيل، المهم تكون التربة جيدة التصريف ورطبة. راح نجي ورا فترة نلقاها مجذرة، اكثاره جدا بسيط وسهل التجذير بالماء يا اخوان الاعزاء. وامامكم شوفوا هنا، يعني رغم انه يعني مشتل وطريق رايح جاي، شوفوا ما شاء الله هذا النعناع الليموني موجود بهالشكل هذا مثل ما تشوفون، شوفوا تبارك الله. وطبعا هذا انصح اي واحد، طبعا هو موجود عند مشتل سيد عبيس الحطاب، هذا الصنف من النعناع، وانصح باي واحد يجي يشتري من عنده، يعني موجود بمشتل سيد عبيس الحطاب، وسعره يعني السندانه ما تتجاوز لها 2000-3000 دينار. بس اخوان الاعزاء السندانه تقدرون تسوونها 10 وتقدرون تكاثرونها بالاضافه للفوائد الكثيره لهذا النبات. ننصح بزراعته بكل بيت بالعراق، كل بيت بالعراق انصحه يزرع النعناع الليمون، بل انه اي واحد يشوفنا من باقي الدول العربيه انصحه انه يزرع النعناع بكافة انواعه، بالاخص هذا الصنف اللي هو النعناع الليموني. طبعا اخوان الاعزاء من النباتات الشبيهة بالنعناع نبات القراص او القريص، هاي اوراقه تشبه النعناع تقريبا مثل ما تشوفون، وكذلك نبات السلفية، نبات السلفية ازهار السلفية ايضا تشبه اوراق النعناع. لذلك مرات البعض يعني بعض المواقع اللي يعني البرامج اللي تعرفنا باسماء النباتات تظهر لنا مثلا احد اصناف النعناع، تظهر لنا يا اما القراص او القريص او تظهر لنا نبات السلفية. شوف هذا هنا نبات القراص اللي به فوائد كثيره جدا ويعتبر من الادغال المفيده جدا. النباتات الاخرى المشابهه للنعناع هي السلفية، شوفوا هاي السلفية أوراقه تشبه أوراق النعناع، يعني اثنين القراص أو القريص أو السلفية تشبه أوراق النعناع. طبعا أخواني الأعزاء الشيء الجميل الثاني اللي أنصح بزراعته هو الحبق، هذا الحبق. طبعا الريحان والحبق، طبعا الاسم العلمي هو أوسمن، هذا الاوسمن، وهنا طبعا هذا يسمى الحبق السوري. هذا الاوراق مالته تختلف بهالشكل، هذا نبات حولي ايضا ممكن انه يبقى يصير شبه دائمي، لكن يختلف عن على العشبه المعمره اللي هي عشبه النعناع. طبعا هنا الاجواء مثل ما تشوفون، طبعا هنا يتكاثر بالبذور، راح نوزع بذوره مجانا. هذا الحبق جميل جدا، وايضا العطر مالته نفاف، وايضا يستخدم بالطبخ ويستخدم يعني نبات عطري وطبي، ويستخدم ايضا بكثره بالمطبخ. لذلك ننصح بزراعه النعناع وزراعه الريحان. طبعا في بلاد المغرب العربي يسمون الريحان لنبات الياس او الاس، ايضا يطلق عليه اسم الريحان. وهنا شوف اخواني الاعزاء الاجواء قبل ما اشوفكم المكان اللي انسب لزراعه النعناع. شوفنا الاجواء تبارك الله، سبحان الله العظيم على هذا الجمال. هاي النباتات المميزه الجميله، هذا الورد الجوري، شوفوا السحر وجمال الورد الجوري تبارك الله العظيم، وشوفوا سحر وجمال ابصال هنا الابصال، هاي ابصال ابصال الفريزه بدت بالتزهير الجميل، والجراتم والورد الجوري باشكال والوان. طبعا بهالوقت انتشرت الادغال، مثل هاي الادغال لازم نتخلص منها. وشوفوا جمال البابنق البابلي طبعا، وهنا جمال هاي النباتات. هذا الوقت حابين نشوفكم هذا الجانب من جمال الحديقه، وهنا الدلفينيوم هذا الشكل الجميل. هنا طبعا هذا البيتونيا وإقحوان، الإقحوان مختلف أنواعه، وإقحوان قوس الله اللي أمامكم، والدلفينيوم هذا اللي أمامكم الأزرق،
والورد الجوري وانتعاش الورد الجوري بأشكال وألوان بهذا الوقت. شوفوا السحر والجمال. طبعا اخوان الاعزاء انصح بالزراعة، دائما انصح بالزراعة. وشوفوا الورد الجوري وشكله وجماله، رغم انه احنا نحكي على النعناع، لكن شوفوا سبحان الله، حبيت اشوفكم هذا الجمال. طبعا اخوان الاعزاء ابسط طريقة لإكثار النعناع هو تجذيره بالمي. ابسط طريقة انه تخليه بالمي، راح يتجذر خلال اسبوعين يصير بيه جذور، وممكن زراعته وحتى ممكن تركه بالمي يعني. وهنا هاي الاغصان ممكن حتى انه بهالشكل هذا تزرعها وتتركها بالمي، تجي ورا فتره تلقاها مجذره واروع ما يكون. وهنا اخوان الاعزاء هذا النوع اللي يسمى البلدي، هذا النوع الاكثر انتشار اخوان الاعزاء على مستوى العالم. هذا النوع مثل ما قلت لكم اقطع وازرع. شوفوا هاي هسه احنا بنرفعها هيك، تشوف هاي انه الساق النباتي يروح بشكل افقي وتطلع نموات جديده، ممكن قصها وتشكيل نباتات جديده. المهم تكون التربه رطبه. النعناع على مستوى العالم محب للتربه الرطبه اخوان الاعزاء. وهنا يختلف عن هذا، شوف هسه هنا الورقه، هاي الورقه مال النعناع البلدي يختلف عن النعناع الليموني مثل ما تشوفون. وحط طبعا هنا ساق النبات في بعض الاحيان بالموسم بالشتاء او هاي يميل الى اللون الماروني تقريبا تتغير، وحتى انه الاوراق تتغير مرات لونها من موسم الى اخر، لكنه نبات معمر. وانصح بزراعته بكافه الحدائق المنزليه، وراح اعرفكم على انواع مالته بالتفصيل. وانتظروا حلقات قادمه ايضا لاكثار هذا النبات حتى تتعلمونها بشكل مفصل وتزرعونها بحدائقكم المنزليه. وانصح اي واحد يشوف هذا الفيديو انه اول ما يبدي بشكل ياخذ هذا النوع اللي امامكم ويكاثر النوع البلدي. طبعا اخوان الاعزاء بالختام نستودعكم الله وفي امان الله. كان معاكم ابو عبد الرحمن من عالم الزراعه والنباتات المنزليه، في امان الله.